هداكو تبع العجائب. لك ستي ما لقيتي غير هالتحفة؟ هذا زلمي أندبوري. لك يا ستي، طيب يعني الحكيم شو قال لك؟ مو قال لك إنه لازم تزوجني؟ يعني لازم تزوجني؟ إيه ستي، ما اختلفنا من جوزك، بس من جوزك واحد عليه القيمة، يعني في من وراء رزق مثل اللي سبقوه. لك يا ستي، يا ستي، أنا شو بدي باللزقة؟ شو بدي باللزقة؟ لك أنا بدي للزهر يكون معي أتونس معه. والله يا ستي عم أخاف بالليل لحالي. لا ستي، لا لا، مالك مصلحة إذا ما في من وراء رزق، مالك مصلحة. بعدين يا ستي بهون عليكي يجيبوا معدلك في الضيعة ويقولوا مخدوج اللي تجوزت سبع زلم وقبرتهم وورتتهم تجوز واحد أندبوري لا وراء ولا قدامه. ايه بهون علي، انت مالك، انا بهون علي. ايه لا ستي، انا ما بهون علي. يا ستي يسر لي هالشغلة، الله يخليك. رح اكتب لك سقفة ارض باسمك. شو قلت؟ ايه اذا هيك منيح. مرحبا. اهلين وسهلين، اذا جاي تتفرج تعا بكره. لا انا ماني جاي اتفرج على العجائب، انا عاوزك بشغله ثانيه. شو هي الشغله باباتي؟ انت بدك تتجوز ستي؟ ستة؟ من هي ستة؟ ستي مخدوش. اعوذ بالله، مين حكى هالحكي؟ شلون يعني مين حكى هالحكي؟ انت قايل لها انك بدك تخطبها. لك هالشي ما حصل بنات. شلون يعني ما حصل؟ يعني ستي عم تكذب؟ لا باباتي لا، بس بجوز الحرمة غلطانة وما أنا عرفانة. ايه انت زلمي مالك مزبوط بنوب. لك شلون ماني مزبوط؟ يعني نيتك عاطلة وعم تلعب براسها للمخلوق، او ابصر على شو ناوي. لك شو هاي نيتي عاطلة مو عاطلة؟ يخلي لي اياك يا لك. انا اعترف انك حكيت معها. لك خلص خلص، والله يمكن حكيت معها وانا نسيها. ايوه شرف شرف معي على البيت، نتعشى ونتفق. ايه هو يكون العشاء دسين بعد التعب هاد. عجبك هيك يا أبو جدعان؟ واحد ولد مثل هاد يطالع هيك سيط على ابني صفوان؟ وانت امتى صارت الحادثة مع حنطك؟ والله يا سيدنا يعني بدكم تقولوا مع صلاة العشاء. أكيد؟ لك شلون أكيد سيدنا؟ هي أمي وحرمتي بالبيت، فيك تروح تسأله وفيك تسأله كمان خالها لحرمتي سالم بيه. طيب قل لي لشوف، مين له مصلحة يحرق الحاصل؟ ما حدا له مصلحة، مين له مصلحة؟ مصلحة شو يا أبو جدعان؟ هذا بكون في شي واحد مرر من هنيك كابب له سيجارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا كيس تبعته ورا الحاصة وفي قماش مبلولين بالكاز. كاز؟ إي نعم يا بيت، مبلولين شم ريحتهم. معناتها الحاصل محروق بفعل فاعل يا أبو صفوان. فعل فاعل؟ معناها لازم نعرفه اليوم قبل بكرة. علي ما علي لخلي صفوان يذبحه ويحرقه كمان. إيه والله لا أطعب أسناني وأحسب الله ما خلقه. فرجيني هذا القماشات تشوف. هذا قماشة روب نسواني وهذه من نفس القماشة. هذه قماشة قميص. يا جماعة بتتذكروا حدا بيلبس قميص مثل هالقميص؟ آه والله ما بعرف يا أبو جدعان، بحياتي ما شفت حدا لابس هيك قميص. إيه أنا شايفه هذا القميص. أيوه مين كان يلبس قميص مثل القميص؟ صاحبه صاحبه. والله أنا شايفه من زمان بس ماني متذكر. ولك أتذكر خيي، خلصني أتذكر. راح عن بالي هلا بس أكيد رح أتذكر. مش مشكلة، إسا روحه بس تتذكر تجي بتقولي. أمرك يا بيت. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ابن عمي تفضل. شو وقتها بتروحي لبيت اهلي؟ مالي رايحه على بيت اهلك، بدي روح على بيت اهلي. ما بتحضري عرس فهميه؟ والله ما بعرف، اخواتي لسه ما خلصوا وما عندهم غير ام دياب، لازم روح مشان اعاونها. خلص معناها بالسهره بتجي لعند اهلي ان شاء الله. يلا بخاطرك. الله معك. الله يحرق قلبه اللي عمل هالعملة، قطع رزقنا ورزق أولادنا على ما بخاف الله ابن الحرام. فجار رزقك ورزق أولادك على الله، والحاصل لازم يرجع مثل ما كان.
منين يا حسرة منين؟ وانت بتعرف البير وغطايا يوسف. اتفقنا انا وديبو نرجع الحاصل مثل ما كانوا احسن. حلو، بس كيف؟ رح نعطي المصاري اللي اعطانا اياه المعلم ابو وضاح قبل ما يسافر للمعلم رشدي. وانا مصرياتي جاهزه، وقلنا ديون مع الناس من على بكره بفتل عليهم واحد واحد. حلو، والمعلم رشدي بكمل راس المال. الله يعينه لرشدي. فالمصريات اللي اعطاه اياها ابو وضاح انسرقوا بنفس الليله. اي والله صحيح. الله يفرج. امين يا رب. فوت على يوسف فوت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. على راسي أحلى عجين بالشام كله والله. تعالين بابا ضار. شريفك شو؟ يد ما نعدم. على راسي. تيزية. مرني عجين. جبنا نار عجين. من عيوني التنتين على راسي. والله وهليب العقيد. عيا أبو زهدي. إن شاء الله الحريم كبير. عرضية أبو زهدي عرضية. بعدين قد ما كان كبير نحن أكبر منه. السلام عليكم. السلام. عجبك عقيد؟ عجبك على هالتهمة اللي تهمني اياها ابن عمي رشدي؟ شو له مصلحة لحتى يتهمك هيك تهمة؟ بكرهني عقيد؟ بكرهني على كره وضاح وابو وضاح الي؟ وضاح وابو وضاح ما بجيب سيرتهم ابنهم. امرك عقيد امرك، بس انا قصدي اقول لك انه وضاح الله يرحمه. اي والله الله يرحمه ويتغمدوا برحمته ويسامحوا عن هالعمله اللي عملها. يعني عملي؟ العمله اللي عدموا كرمالها عقيد. صفوان طويلة هالسيرة. أمرك عقيد، أمرك وعلى رأسي، بس كل الناس لازم تعرف وضاح ورشدي. شو بنا؟ شو عم نحكي؟ يا عقيد أنا ليش ما بدي أحكي؟ أنتوا بدكم تسكتوني. كيف ما غياب من هون؟ عقيد مشان قال لك العقيد كيف ما غياب يعني كيف ما غياب؟ واق الله ينزع صباحك، بتمنى زع صباحنا. روي عقيد، روي عود عود، طول بالك. لا تهز بدنك عقيد. يبعد لي حمى عليك وعلى قلبي ان شاء الله سلامة قلبك اخي. الله يسلمك. عمي ابو صفوان اجى شق اهلي. لا. سلام على الواطي. اخي انت ليش تهمته لصفوان بحرق الحاصل؟ ما بعرف. الله نطقني باسمه. معقول يكون هو اللي عمله؟ هو ما في غيره. هو واخته هن اللي سرقوا الذهبات والاوراق. هو سبب ترك عمي ابو الطاح للحارة هو وعمتي صفوان ورا كل المصايب. اخي لا تهز بدنك ولا تفكر لا بصفوان ولا بغيره، واللي راح الله دخيل اسمه بيعود، المهم انك رجعت لنا سالم. اخي انت شلون فتت على قلب النار؟ ما خفت؟ انا لما شفت النار شاعلة بالحاصيل حسيت كأنه عمي ابو الطاح واقف بقلب النار وعم يتطلع فيني تطليعة قهر وملامه. ما حسيت على حالي لو هنن عم يصحوني. أخي الحمد لله اللي هيك ولا غير هيك، ومشان الحاصل هي صيغتي وصيغة أمك. شو بصيغة أمك؟ بدي أعطيها لرشدي مشان يرجع الحاصل مثل ما كان. والله شو؟ ليش أنت مين اللي مونك على صيغة أمك؟ انبسطت هيك يا أفندي؟ انبسطت بعملتك؟ هي ابن عمك طلع بريء من القصة، وقت الحريق كان هو ومرته بالخستخانة. لك روحوا الله يسود وشكم مثل مو مسودين وشي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لخيو هلا هاي بيقولولا حارة عياش؟ اي نعم. لعنك الله على عياش وعلى سيرته. شو تفضلتوا خيو؟ ما في شي عمي، ما في شي خير. لخيو عجب وين صار بيت المختار ابو وضاح؟ خير عمي، شو بدك منه؟ خيو له عندي اماني وبدي اوصل له اياه. ايوه، وشو هاي الامانه بالله؟ خيو الامانه لاصحابه بسلامة فهمه. لك يا عمي المشكلة انه ابو وضاح وجماعته مسافرين، بس الجماعة بيكونوا بيت عمتي. ها فايش كان بدك يعني انا بوصل لهم اياها؟ لك خيو على راسي منك ومنهم. خيو انا جاي من طرف ابنهم وضاح. شلون؟ وضاح؟ اي والله يا خيو. لك خيو مشان اطمنن عليه اوصل لهم مكتوب من ابنهم وضاح مشان يبعثوا له شوية مصرات، لانه الواحد شرف عمي شرف شرف نحكي جوا. تفضل يلا تفضل 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 يلا. زميلي كل أهل الحارة ما بدي حدا يعتب عليني. ها تكرم عينكم، انتو لا تاكلوا هم اطمنوا. وعزمي ام خيرة وبنتها على عيني، بس ام صفوان اعذريني انا ما بحكي معها. ام صفوان انا براسي بروح بعزمها. دخيلك بلا ما تجي والله وشها نحس.
لا تبريني، بتضل جارتنا وبنت حارتنا، مو حلوة. ايه ديبة، لا تنسي الماشطة. لا اطمني، هي رح روح لعندها ابن الكل. يلا خاطركم، مع السلامة. الله معك. بأمان الله.